بالنسبة للقانون 19-12 فهذا قانون اللي جاء باش يحدد العلاقة الشغلية بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين بصفة عامة، ولكن بين المقتضيات ربما المهمة اللي جاء بها هو أنه حدد الحد الأدنى لقبول لسن القبول في العمل في 18 سنة مع فترة انتقالية ديال 5 سنوات اللي يمكن فيها تشغيل الأشخاص ما بين 16 و18 سنة، ولكن بشروط صعبة وصعبة التنفيذ. نهضروا على انه القانون تهضر بزاف بالخصوص على السن ديال المنع وعلى المنع، ولكن تناسى كثير اش هي التدابير المواكبه في سبيل انتشار واحد عدد كثير ديال الطفلات اللي تيشتغلوا الان، كيفاش غتتم هذه العمليه؟ فتنظن بانه هذه مساله يخص انتباه اليها، لانه تنظن انه خصنا نكونوا نتهيئوا اكثر باش انه هذه الطفلات اللي تيشتغلوا خصنا نشوفوا اش هي الاستراتيجيه اللي ممكن نتبعوها باش نحاولوا ما امكن انه نرجعوا من الاسر ديالهم، الادماج ديالهم والمواكبه ديالهم. مساله اخرى ايضا فيما يخص حتى بالشكل المتعلق بالتفتيش، لان كاين اشياء اللي تم الإشارة إليها ولكن تتبقى يعني تتبان من في التفعيل ديالها أنه غتكون واحد الصعوبة، كما شرط مسألة التفتيش اللي تتعلق بالمفتشين ديال الشغل، فتعتبر أن هذا القطاع ما تتوفرش على الوسائل المادية والبشرية غتمكنوا باش أنه يقوم بهذه المهمة هذه. فبالتالي 300 أو 400 مفتش ما يمكنش لهم أنهم يغطيو التراب الوطني، ما يمكنش لهم على أنهم يقوموا بهذه العملية في غياب إطار قانوني اللي ما عندهمش تماما، وخصوص على أنه هاد الأطفال تيشتغلوا داخل بيوت مغلقه والولوج ديالها خص يكون باذن مسبق يعني من العداله. فبالتالي تنظن بانه الايام المقبله غتكون فرصه على انه عقد واحد مجموعه ديال اللقاءات وحاول يعني للنقاش اللي غادي تكون فيها واحد المجموعه ديال المضامين اللي غادي نناقشوها اليوم، غنحاولوا نضمنوها باش نحاولوا نجودوا هذا في سبيل التجويد هذا القانون والرفع يعني من المستوى ديالو يكون قابل للتفعيل.